رحمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين رسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباكر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.
إشفعنا عند الله، إشفعنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى، أيها الرزاق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد العلي، أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد، أيها الهادي نجي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها الزاكي الأسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وسيع الحسن يا خلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا
سادتي ومولي، إني توجهت بكم أئمتي وأدتي ليوم فخري وهجاتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبخوفكم وبكذبكم أرجو نجاة من الله، فقوموا إن الله رجائي يا سادتي يا أولياء صلى الله عليهم أجمعين، يا ولعن الله أعداء آلهي ظالمهم من الأولين.